إذا كان هناك أشخاص تتأذى منهم الزوجة في المنزل، هل يجوز للزوج عزلهم في منزل آخر إذا طلبت منه ذلك، أم تصبر على أذاهم؟ وهل للمرأة حق ألا يدخل بيتها من تكره كما للرجل؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا شك أن المرأة لها حق السكنة الملائمة على الزوج، قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. المرأة لها السكنة الملائمة واللائقة بها، ويدفع عنها الأذى. إذا كانت تتأذى من شيء في منزلها ومسكنها، يجب على الزوج إزالته، وأن تكون في مسكن مريح. هذا من حقها أن تطالب به. وإذا صبرت، إذا صبرت على الشيء الذي ليس بمحرم، فهذا طيب، الصبر طيب، لأنه أدعى للعشرة، والتسامح مرغب فيه، إلا فيما حرم الله. إذا كان هذا الذي تتأذى منه مما حرم الله، كأن يؤذوها بالكلام السيء والسب والشتم، أو أنهم يحاولون الاطلاع على شيء من زينتها أو مما حرم الله، فإن هذا لا يجوز الصبر عليه، هذا من المنكر، يجب عليها أن تمتنع من ذلك وأن تعمل على إزالته. نعم.